ماشي. طب بالنسبة في تتبيلة جميلة، يا ريت كل الإخوة المشاهدين اللي معايا اللي معاه ورق وقلم يكتب حاجة، ده هتنفع الكل وبطريقة جميلة جدا واقتصادية، وهتنفع حاجات كتير. اللي هي احنا بنجيب حبتين بصل مع راس توم مع عود كرفس مع عود كرات، بس الكرفس الكرفس اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكرفس الكبير مش الصغير، عشان هنضربه في الخلاط، لو ضربت العادي في الخلاط هيدينا ميه، انا عاوز الكرفس اللي هو العيدان الكبيره شويه دي مع الكرات، يبقى كده ايه حوالي 3 4 عروق مع بصلتين مع راس توم وعود كرات، تمام معايا؟ مع عصير ليمون مع قلنا التوم، ونضرب كله في الخلاط مع زيت وخلي فقط لا غير. هنحط التوابل الملح والبهارات بقى العربي، الحبهان والقرفه وكمون خفيف وفلفل اسمر خفيف. انا اللي يهمني في الليله دي كلها الحبهان والقرفه، تمام؟ وتضرب ده كله في الخلاط، مش عاوز احط ميه نهائي، ما تحطليش ميه، اكيد انت اكيد الكل معايا. واذا قلت لك ان انت ممكن ما تحطهاش في الثلاجه لمده 5 6 شهور مش هتصدقيني، وجربي مش هيحصل لها. ليه؟ لان انا حاطط لها اللي هو الليمون والخل والزيت، دي الماده عازله بتتفاعل مع بعضها بتعمل للتتبيله في حد ذاتها ان هي بتخليها ايه؟ ما بيحصل لهاش اكسباير، يعني بتفضل فتره طويله بره الثلاجه. طبعا يستحب ان تبقى في الثلاجه، بس انا بقول يعني لو بره الثلاجه ما تقلقيش عليها خالص. دي التتبيله الجميله بتمشي معنا. ايه التتبيله ديت؟ بتمشي في كل حاجه مقليه ومشويه، فراخ مشويه، سمك مشوي، فاصل سوري تاني اكمل. ماشي. المهم ايه، طبعا التتبيله دي جميله، بتبقى ايه ممكن ناخدها لجميع المشاوي، ممكن سمك، ممكن تقلي بدنجان، ممكن تقلي فلفل برضه، والحاجات دي تمشي معاكي وجميله جدا جدا جدا. وبحط لها ايه بقى؟ احنا بحط لها، انت عارفه العصفر بتاع الليمون؟ يا سلام لو حطيت لها عصفر ليمون رهيب، ولو حطيت لها شويه كركم برضه جميل. يبقى احنا كده عملنا تتبيله، تهيالي انا عدتها اكتر من مره، وجميله وهتطلع معاكم ان شاء الله. طبعا الجديد في الفراخ ديت ان انت هتشوفي